الترتيب بين أعضاء الوضوء لا بد منه، ولكن يشكل هنا حديث المقدام كما في المسند وسنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، فهذا الحديث مما يستدل به من أسقط الترتيب. والصحيح أن الترتيب لا بد منه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم: ابدأوا بما بدأ الله به. وجاء الترتيب في كتاب الله عز وجل بتقديم الوجه مع المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل القدمين. فيكون هذا الحديث يجاب عنه بعدة وجوه: أولا أنه مخالف للأحاديث التي في الصحاح وفي السنن عن عبد الله بن زيد وعن عثمان رضي الله عنه أنه جاء خلاف ما جاء به هذا الحديث. ثانيا أن نسخ بعض سنن أبي داود فيه نسخة أخرى أتت بما يوافق ما جاء في حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه، وقد رجح تلك النسخة السيوطي كما في عون المعبود فتوافقت مع الأحاديث الأخرى. ثالثا أن أبا داود رحمه الله في سننه رواه عن شيخه الذي هو الإمام أحمد بنفس سند الإمام أحمد في المسند، وفي هذا السند عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال عنه الحافظ مقبول، يعني ليس بثقة، فيكون خالف الثقات، فإن عد من الثقات فيكون الحديث شاذا، وإن عد من غير الثقات فيكون الحديث منكرا. رابعا أن حرف ثم عند محققي اللغة لا تدل على التنصيص على الترتيب والتراخي في عطف الجمل، يعني يمكن أن تكون للترتيب ويمكن أن لا، وإنما تكون للترتيب والتراخي في عطف المفرد، وهذا وإن قيل به لكن لا يسعف من قال به الترتيب، لأنهم سيدخلون علينا فيقولون في بعض جمل حديث عثمان وعبد الله بن زيد فيها كلمة ثم في الجمل. خامسا أن تحسين هذا السند من قبل النووي بن حجر لا يدل على صحة متنه، فالمتن به علة قادحة. وقد يستدل في عدم الترتيب بحديث الربيع الأنصاري النجارية، وهي من صغار الصحابة وكانت تغزو أحيانا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها كانت من المبايعات بيعة الشجرة، من أنه صلى الله عليه وآله وسلم غسل وجهه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث. وهذا الحديث إسناده ضعيف لضعف عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب، وقد انفرد به واضطرب في متنه مع أن بقية رجاله ثقات، وإن كان الألباني يرى أنه حسن الحديث، لكن الذي يظهر أنه ضعيف. ولو قيل بقبول حديثه وأنه حسن الحديث فإن في هذا المتن نكارة، وذكر في الحديث أن مسح الرأس قال مرتين مقبلا ومدبرا، ومعلوم أن مسح الرأس إنما هو مرة واحدة وما عداها فهي أحاديث شاذة. ومع هذا كله فإن لفظة الواو لا تدل على الترتيب وإنما تدل على الجمع، ولو أتت بالترتيب بحرف ثم فإنه لا يدل على إسقاط الترتيب. لما؟ لأنه لا ترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق تدخلان في الوجه، لأن الفم والأنف من الوجه الظاهر، بدليل أنه لو لم يكن من الوجه الظاهر لما صح صيام، لأن الصائم يتمضمض ويستنشق في وضوئه وفي غير وضوئه، ولم يحكم بأنه مفطر، فلا يكون هذا الحديث دليلا على إسقاط الترتيب.